واصل من الجزائر مع تفاصيل قضية أنهت مهام وزير الاتصال في الحكومة. في بيان لها أعلنت الرئاسة الجزائرية أن رئيس عبد المجيد تبون أقل وزير الاتصال محمد بوسليماني. البيان نشر على غير العادة منتصف ليلة البارحة، لم يعطي أي سبب للإقالة، لكن صدور بلاغ آخر عن الخارجية الجزائرية ينفي طرد السفير الإماراتي من الجزائر. وكل الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن اعتقال إماراتيين في قضية تجسس يؤكد العلاقة بين الأمرين. لتوضيحات أوفى معنا من وجدة وليد كبير الإعلامي والمحلل السياسي. إقالة وزير الاتصال من طرف عبد المجيد تبون كان له علاقة مباشرة بذلك الخبر الذي نشره موقع قناة النهار الجزائري حول قرار الجزائر طرد سفير الإمارات وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد. هذا الخبر تنقلته وسائل إعلام أخرى، لكن تم حذفه، ثم أصدر قرار الإقالة فتلاه بيان للخارجية الجزائرية أكد على متانة العلاقات بين الجزائر والإمارات وأن ما تم نشره لا أساس له من الصحة. أعتقد أنه لا دخان بلا نار، وهذا القرار أي قرار الإقالة الذي أعقب نشر ذلك الخبر الخطير يؤكد على وجود أزمة صامتة بين الجزائر والإمارات. ما وصلني من معلومات من مصادر موثوقة تؤكد بأنه الخبر الذي نشرته قناة النهار هو كان صحيح، لكن توقيت نشره جاء قبل أن يعني نجاح المخطط القاضي بطلب الجزائر من سفير الإمارات مغادرة البلاد. لهذا تمت إقالة وزير الاتصال الذي يبدو أنه مسؤول عن تسريب ذلك الخبر. ما حدث أمس لم يكن باعتباطي، لأن أن تقوم قناة النهار بنشر مقال أو خبر مثل هذا من تلقاء نفسها فهذا مستحيل، لأن القنوات والمواقع في الجزائر المعتمدة من طرف السلطات الجزائرية لا تنشر مثل هذه المقالات دون إذن. وليد كبير الإعلامي والمحلل السياسي الجزائري كان في حوار مع اعتماد السلام.